السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع بيساعد في إدارة المشروع من خلال الانستجرام أو الكامبان، وممكن تدخل التام امبورت لبيانات المشروع بتاعتك من جيرا أو من جيت هاب أو تريلو أو أسانا. فأنا هقول له أنا هشغل نظام الكامبان، وتبدأ تختار اسم المشروع بتاعك. وهل هو بابليك ولا برايفت؟ وبعد كده تشوف بقى التاسكات بتاعتك النيو، بعد كده تشوف لو خلصت ممكن تحطها ريدي ان بروجريس او ريدي فور تيست او دان. فده بينظم لك البيانات المشروع. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اضيف نيو يوزر ستوري ونسميها مثلا سيرتيفيكيت، عايز تحط تاج اتاشمنت، عايز تقول التاسكات دي هتبقى مع مين، الوقت بتاعها، تمام. ودي لسه بقى تقدر تعمل اساين لاي حد انت عايزه مثلا بالشكل دوت. طيب خلصت، ممكن تنقلها للريدي او ان بروجريس لو احنا شغالين فيها، جاهز ان تعملها تيست دان. لو خلصت خالص بقى ممكن تحطها في الارشيف.